زي بعض الأمور اللي حضراتكم بتشوفوها وبتحصل خلال هذه الفترة. الكل أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي رايح في اتجاه إن هو يفطس، أنا بقولها صح، يفطس اللي بيعمله النادي الأهلي سواء في ألعاب الصالة أو حتى في كرة القدم. تخيل حضرتك أنت لاعب واحد في ألعاب الصالة، أنت لاعب 21 بطولة كسبت 17. طب يعني إيه المطلوب تاني؟ 21 بطولة، أنا كسبت 17 بطولة من ال 21 كنادي أهلي. هو ده النادي الأهلي، وهي دي سياسة النادي الأهلي. عشان كده برجع لمباراة الترجي مرة أخرى، هي دي السياسة اللي بيتعامل بيها النادي الأهلي مع كل مباراة. كل مباراة لها ظروفها وبيحاول يحقق الانتصار فقط لا غير. عموما وعلى سبيل التفاؤل برضه عشان ما حدش يقول لي اسلام انت يعني بتكبر، لا مش بكبر، هذه هي الحقيقه، ولكن على سبيل التفاؤل خلينا نشوف هذا التقرير عن الثلاثيه تميمه الاهلي في بطولاته سواء المحليه او القاريه. حاجه جميله جدا جدا برضه، وده وهذه هي الرياضه او هذه هي كره القدم. الموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي ده اللي احنا دايما بنسعى ليه داخل النادي الاهلي، دايما بالمناسبه بنسعى لهذا الامر. اولا لو عايزين تعرفوا معدن لعيبه النادي الاهلي، عايزين تعرفوا ليه النادي الاهلي ما عندوش مشكله مع اي نادي، عايزين تعرفوا ليه النادي الاهلي دائما هو النادي اللي بيحترم نفسه وبيحترم تاريخه وبيحترم وجمهوره طبعا ولاعبته وكل حاجه. موقف حصل الحقيقه عجبني جدا، وانا استنيت من امبارح للنهارده عشان اقول هذا الكلام، لانه الحقيقه اولا ألف سلامة لنجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك اللي جاله يعني ربنا يقومه بالسلامة رباط صليبي في كان عنده رباط صليبي في رجله اليمين فجاله رباط صليبي في الرجل الأخرى الحقيقة. لكن شوف الروح الحلوة والاحترام المتبادل ما بين اللاعبين، لأن الونش الحقيقة لعيب مؤدب عمره ما بيغلط في حد ولا بيعمل حركات كده ولا كده، الكل بيتمنى له الشفاء. اعتقد كهربا بعت او كتب له على الانستجرام وقال له ترجع بالف سلامه، احنا هنا من خلال قناه النادي الاهلي بنقول له ترجع بالف سلامه لحمدي محمود حمدي الونش، وحمدي فتحي ايضا تمنوا لزميلهم سواء حمدي فتحي او كهربا تمنوا لزميلهم محمود حمدي الونش السلامة وإن هو يعود إلى أرض الملعب في أسرع وقت. إن شاء الله ألف سلامة عليك يا ونش وترجع بألف ألف سلامة. وبرضه من الأخبار اللي أنا حابب إن أنا أتكلم عنها وهي لا تخص النادي الأهلي،